هناك يعني قرارات تستفيد منه ولاية تبسة هي محطة إنتاج إلا ربعين وفي الذروة بلغت يعني اليوم على المستوى الوطني تقريبا 99 صعدت 100 ميجاوات وبالتالي أصبحت 480 كريم. مهما كانت المشاريع التي طرحتموها أو البشرة التي محطة غيسران وهي محطة بين المرموزة وأخص بالذكر الجنوب منطقة فركان ونجرين. اليوم رأنا في ولاية تبسة وهناك قرار بإنجاز محطة تحويل متنقلة ب 40 ميجاوات سوف يتم إنجازها ووضعها حيز الخدمة قبل شهر مارس 2023. ستنجز خفض للغاز بسعة بقدرة 15,000 متر مكعب سوف يتم إنجازها أيضا قبل نهاية شهر 2023. اليوم احنا نقول للمستثمرين عن طريق وسط الإعلام صورة الغاز موجودة، الدولة موجودة، المستثمرين لازم يعني ينطلقوا في إنجاز مصنع في أقرب الآجال.